الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله متاح عندنا نص بشكير 70 في 140، موجود منه موديلين نفس الفتله ونفس كل حاجه، موجود منه الوان كتير كميه كبيره، ان شاء الله موجود عندنا 350 كيلو، ده اللي متاح دلوقتي من نص بشكير. يعني اول حاجه جهزه، ده اللي عطلنا شويه عن ان احنا نعمل مطرز. يعني احنا كنا شغالين في المطرز على طول، بس النص بشكير دوت هو اللي وقفنا شويه، وخصوصا ان ده قطن. وده قطن، وفي الفتره اللي احنا فيها ديت والاسعار طالعه نازله مش متظبطه، فما كناش عارفين نشتغل في حاجه قطن صافي. يعني الحمد لله ده اول حاجه دخلت بعد الفوطه ال 50 في متر. احنا كان عندنا اخر حاجه من القطن الفوطه ال 50 في متر، هوريها لكم دلوقتي. اللي خدها مننا عارف ان هي ده مثلا، دي الوانها، دي الالوان اللي متاحه منها دلوقتي. طبعا اللي موجود هما اللونين دول، موجود منهم كميه كبيره معديه تقريبا ال 100 كيلو، اللونين دول بس اللي موجودين. فاللي خد الفوطه ال 50 في متر دي وعارف خامتها، هيعرف ان نفس النص بشكير دوت هو نفس الفتله دي، الملمس والوبره العاليه واعلى نسبه تشرب موجوده في الفوطه اللي موجوده عندي كانت في الفوطه دي، وبعد كده في النص بشكير ده. النص بشكير دوت وزنه قد ايه؟ هو وزنه من 540 جرام ل 600 جرام. سعره هنشوف سعره على الميزان دلوقتي. هو عامه الكيلو عامل 200 جنيه زيه زي الفوطه دي ال 50 في متر اللي خدها يعني. طيب السعر ده جمله ولا قطاعي؟ هو السعر للاثنين بسبب الغلاء اللي احنا فيه دوت، انا مش عارف افصل بين القطاعي والجمله. يعني مش هبيع جمله ب 200 جنيه ويجي واحد بتاع قطاعي يديله ب 220 جنيه. بتاع القطاعي بياخد زيه زي الجمله مؤقتا لحد الاسعار ما تتظبط. ده النظام ده احنا عليه من اول السنه، من شهر واحد، من ساعه الاسعار ما رفعت ما بقاش فيه جمله وقطاعي في كل الموديلات. في موديلات معينه بيبقى فيه سعر للجمله وسعر للقطاعي، لكن اغلبيه الشغل دلوقتي بقى سعر الجمله والقطاعي الاثنين واحد. مش عارف افصل بينهم الاثنين بسبب ارتفاع الاسعار. طيب الكيلو عامل 200 جنيه، القطعه من 100 ل 120 جنيه، اتقل قطعه اللي هي 600 جرام مثلا، هنشوف مع الميزان دلوقتي. بالنسبه للالوان، فهي الالوان موجود منها الوان كتير، كان بقى لنا فتره ما بنعملش الغوامق. طب احنا دخلنا الغوامق، عرفنا نظبط السعر شويه في المسبغه، فدخلنا معاهم الالوان اللي هي الغوامق دي. احنا الاول كنا بنعمله فواتح زي الفوطه دي، الفوطه دي كان موجود منها 12 لون 10 الوان، كلهم كانوا فواتح، ما كانش فيهم حاجه خالص غامقه غير الاحمر اللي جه في الاخر، كان اخر طوب لوحده اتعمل احمر ده. طيب الفوطه طبعا هو النص بشكير، الوبره عاليه جدا، طبعا قطن 100%، الوبره عاليه جدا، الملمس ناعم، نسبه التشرب بتاعته عاليه جدا، وهنشوفه دلوقتي زيه زي الفوطه ديت، وهنجرب على الاثنين، على الفوطه وعلى النص بشكير. طيب هو النص بشكير موجود منه الموديلين، الموديلين اهم. طب خلينا في نفس اللون، الموديل ده موجود منه خطين الحرير، وهو نفس النص بشكير بس ما فيهوش الخطوط الحرير، موجود كده باين كده واضح كل الالوان بتاعته. دي كلها الالوان احنا متاح عندنا منه ان شاء الله، موجود 350 كيلو، يا موجود سايب زي كده في الاكياس، يا موجود مثلا كل ثلاثه في شنطه زي دول. طب الثلاثه في شنطه اهو دولت مثلا كده، ثلاثه زي كده محطوطين في شنطه، موجود كميه كبيره متكيسه في اكياس، وموجود كميه كبيره سايبه زي دي. طيب الفوطه بقى هوري لحضراتكم كده، الفوطه ال 50 في متر اللي هي القطن اللي كانت موجوده عندنا قبل كده، اللي كان واخدها كان عارف ان الكيلو بتاعها ب 200 جنيه وعارف الخامه بتاعتها وجربها، وكنا بندلق عليها ميه ونعمل بها تجارب في فيديوهات قديمه قبل كده. هي خلصت، هي نفس الفتله بتاعت النص بشكير، هي دي، هي النص بشكير بالظبط، هي نفس الفتله ونفس الملمس، نفس الوبره العاليه، اختلاف الوزن بقى في الاثنين عشان المقاس ونسبه التشرب. هنجربهم كده، نجرب الميه ونجرب ونشوف الوزن بتاعهم قد ايه. طيب ادي مثلا، ادي الفوط، دي الفوطه 50 في متر، اوبا ماشي، قربي طيب على الميه، تمام كده باينه. طيب وهنا على لون زي ده، تمام كده. يعني طبعا اول ما بننزل الميه الفوطه بتشرب الميه في ثانيه. طيب هنجرب مثلا على فوطه ثانيه مخلوط زي دي كده اهو، دي مثلا فوطه مخلوط مش قطن، الميه عملت ايه؟ الميه واقفه زي ما هي، الميه اهي
تمام كده، المية واقفة ما اتشربتش، لو شلناها ونزلناها على الفوطة دي المية اتشربت في ثانية. طيب بعد إذن حضرتك نفرشهم دول. طيب النص بشكير بقى، طيب النص بشكير هي هي نفس الفتلة، الألوان بتاعته ده مثلا الكافيه الغامق أهو، ده 70 في 140 واضح كده. طيب ده لون تاني، طيب مثلا لون زي الفوشيا ده، ده أتقل حاجة اللي هو 600 جرام، أدي 600 في 200 جنيه ب 120 جنيه، ده يعتبر أتقل حاجة. لو نقرب بقى على على الوبرة بتاعته كده عشان تبقى واضحة أوي، الوبرة بتاعته وبرة عالية جدا. طيب لون تاني، نسيب الفوشيا، لون تاني زي ده، نقرب على الوبرة، واضحة الوبرة كده. طيب ده قد ايه؟ ده وزنه 570 جرام في 200 جنيه ب 114 جنيه، تمام كده. اقل حاجة في الوزن لون مثلا زي ده، ده عامل كام؟ 540 جرام، اللي هو اقل حاجة، اقل حاجة 540 جرام في 200 جنيه ب 108. لو نقرب على الوبرة بتاعته، تمام كده الوبرة واضحة صح؟ حتى هنا في الفوشيا الوبرة واضحة جدا، تمام كده. طيب دول التلاتة مع بعض اهو عاملين كيلو 780 جرام في 200 ب 156 جنيه، ماشي. هو بقى زي ما قلنا ان هو في منهم كمية كبيرة في الاكياس زي كده، وفي الباقي كله سايب زي ده كده من غير اكياس، موجود في اكياس زي كده، يعني موجود في اكياس زي كده. طيب عايز نجيب ميه نص بشكير زي كده، لو نقرب واضحه كده. طب لو رجعنا ورا شويه باينه، هي كده باينه، تمام كده، ادي النص بشكير اهو، اهو اعلى نسبه تشرب في الشغل اللي موجود عندي دلوقتي هو في النص بشكير ده، هو الفوطه ال 50 في متر اللي خلصت، يعني اللي خد الفوطه ال 50 في متر وجرب التشرب بتاعها وشاف ملمسها عامل ازاي والوبره بتاعتها، هيعرف ان نفس النص بشكير هو الفتله دي. طيب في الوان تانيه مثلا ادي الفوشيا، تمام كده. شوفي لون تاني كمان، ادي لون مثلا زي الكافيه ده، تمام كده. تمام دي الالوان بتاعته اللي موجوده، طبعا اهو النص بشكير اهو. طيب حاجه تانيه زي ده اهو، ادي الرصاصي. طيب دي كلها الوانات، دي الوان النص بشكير السايب، ودي الوانه في الاكياس، ودي الوانه في الاكياس، كل ثلاثه مع بعض في شنطه، وموجود عندنا ان شاء الله موجود كميه كبيره. دول اول 350 كيلو جوهم. النص بشكير قطن 100%، الوبر عاليه جدا جدا زي ما احنا ورانا حضراتكم، ملمس ناعم، واعلى نسبه تشرب موجوده في النص بشكير هي في النص بشكير ده ان شاء الله. لو نقرب بقى نصور الالوان بتاعته كلها، طبعا عشان نسينا بس نقول التاريخ، فاحنا النهارده الاربع صح، النهارده الاربع 26/6/24، مش احنا متعودين بس ان احنا في كل فيديو بنقول التاريخ في الاول، فنسينا بس نقول التاريخ عشان ما يجيش حد مثلا بعد شهر ولا حاجه من دلوقتي او بعد شهر من نزول فيديو ان هو يطلب الموديل تاني. الحمد لله مفيش موديل مثلا بيقعد للشهر اللي بعده، احنا كل شهر بيبقى في موديلات جديده
فكل شهر في موديلات غير الموديلات اللي موجودة قبل كده. فعشان كده احنا بنقول بس التاريخ، دايما بنقول التاريخ في اول الفيديو. فاحنا النهارده الاربع 26/6، وده النص بشكير القطن. اخر حاجة دخلت عندنا ان شاء الله هو النص بشكير القطن ده.